طيب يبقى تاني عشان تنفصل الانهيرتنس قلنا هو يعني ايه كلمه انهيرتنس؟ احنا اصلا ما قلناهاش عليه. يعني ايه انهيرتنس؟ يعني ترانسميشن اوف جينيتك انفورميشن من جينيريشن لجينيريشن. حلو الكلام. طيب قلنا اول حاجه في الديفينيشنز عندنا كروموزوم، قلنا الخيط ده كده كروموزوم، ثريد اوف دي ان اي ميد اب اوف ايه؟ جينز، كل بارت منه جين. يبقى ثريد اوف دي ان اي، خيط من الدي ان اي معمول من جينز، والجين الواحد هو length of DNA coding for a specific protein. ده جين وده جين وده جين، كل واحد بيكونترول كاركترستيك مختلفة. طيب يعني ايه أليل؟ يعني alternative form of a gene. يعني والله في أليل بيكود for eye color blue، أليل تاني بيكود for eye color green، دول أليلز البعض، نفس الجين بس alternative form. Diploid و haploid nucleus من اسمها haploid diamond half، يعني half the number of chromosomes. Diploid يعني contain two sets of chromosomes، a full number of كروموزومز. طيب الجينوتايب هو الجيناتيك ميك اب، تي كابيتال تي سمول بي كابيتال بي سمول، الكلام ده الجينوتايب هو الفينو اللي احنا شايفينه، والكاركترستكس فيزبل. والله تي كابيتال تي سمول دي يعني طول، كلمه طول دي فينوتايب، تي كابيتال تي سمول دي جينوتايب. طيب هوموزايجس يعني بير اوف ايدنتيكال اليلز، هيتروزايجس بير اوف ديسيميلر اليلز. يعني ايه؟ يعني يا ليلى لو جيت قلت لك تي كابيتال تي كابيتال ده هوموزايجس، جيت قلت لك تي كابيتال تي سمول هيتروزايجس، تي سمول تي سمول ده هوموزايجس، يعني اثنين زي بعض. قلنا في كلمه ثانيه غير هوموزايجس اسمها ايه؟ هوموزايجس هي بيور بريدنج. يعني لو جه قال لك بيور بريدنج في السؤال هو قصده هوموزايجس، يعني اثنين تي كابيتال او اثنين تي سمول اللي هم اثنين زي بعض يعني. هيتروزايجس مالهاش كلمه ثانيه، هي هيتروزايجس. طيب وقلنا في دوميننت وريسيسيف، ديفينيشن الدوميننت والريسيسيف مهم جدا لانك بتستخدمه في الحل. دوميننت هو اجين ذات ويل اولويز بي اكسبريسد اف بريزنت. يعني ايه؟ يعني يا احمد لو انا قلت لك تي كابيتال تي كابيتال ده شورت طول ولا شورت؟ تي كابيتال. طب لو تي كابيتال تي سمول؟ شورت طول برضه صح، مش واحد كابيتال موجود يكسب يا باشا. فعشان كده الديفينيشن الدوميننت قلنا ايه؟ جين ذات ويل اولويز بي شون ان ذا فينوتايب وذر الاورجانيزم كان هيترو او هومو. والله الاورجانيزم كان هيتروزايجس هو طول، كان هوموزايجس هو برضه طول، طالما الدوميننت جين ده موجود مره يبقى هيكسب. الريسيسيف عكسه، الديفينشن بتاعه مهم عشان جه مره في سؤال في نفس امتحان كنت حلو امبارح ده رامين برضه كان بيسال على الريسيسيف وقال هو ليه لو انا محتاج اجيب اوف سبرينج ريسيسيف لازم الاثنين بيرنتس يبقوا ريسيسيف، لازم يبقوا هوموزايجس ريسيسيف. ليه؟ عشان الريسيسيف ده will only have an effect on the phenotype لو الاورجانيزم هومو ولا هيترو؟ عشان الاورجانيزم ده يبقى طول يبقى اسف شورت، يبقى انا عايزها تي سمول تي سمول صح؟ يبقى هومو ولا هيترو؟ هومو، او اثنين اليز زي بعض يبقى هوموزايجس. فالريسيسيف قال لك جين that only has an effect on the phenotype when the organism is homozygous اللي هو تي سمول تي سمول. تمام؟ مفهومه الحته بتاع دومينانت ريسيسيف؟ ليلى مفهومه؟ شد صمت ده تعب ولا ايه؟ اهدي اللي بعده. ماشي كويس ما فيهوش حاجه. قلنا عندنا 46 كروموزوم كهيومنز، 44 كروموزوم بنقول عليهم اوتوزوم يعني بيكونترول كل حاجه في جسمك، واخر اثنين بنسميهم 6 كروموزوم اللي هم لو اكس اكس لو اكس واي. طيب الجيناتيك دايجرام، حد ما بيعرفش يعمل جيناتيك دايجرام؟ هاتي واحده نعملها، قلبي كده نعمل واحده. قلنا اول واحده الكروس بتوين بيور بريدنج، بيور بريدنج يا ليلى يعني هومو ولا هيترو؟ هومو يعني اثنين زي بعض. بيور بريدنج طول يعني اكتب ايه؟ تي كابيتال تي كابيتال. وبيور بريدنج شورت تي سمول، يبقى تي كابيتال تي كابيتال مع تي سمول تي سمول. اعمل البارت سكوير عشان تتعود عليها عشان ساعات بيطلبوا اهو. ادي تي كابيتال تي كابيتال، ادي تي سمول تي سمول، خبط السكويرز في بعض، تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول. الريشيو هنا هتبقى كام او برسنتج؟ 100% طول على حسب بقى الكيس اللي جبتها لك. ماشي ده كان اول حاجه قلت لك قسمي الانهيرتنس، وانت لما تشوفي سؤال انت مقسمه الانهيرتنس في دماغك ثلاثه بارتس. البارت الاولاني هو العبيط ده اللي هو دوميننت وريسيسيف، نفس الحرف في منه كابيتال في منه سمول، دي فيها مشكله؟ طيب البارت الثاني من الانهيرتنس تقلبي يا رنين او انزلي تحت، لا ارجعي وانزلي تحت اللي هو السكس لينكد. جماعه بجد الحته دي فعلا بتفرق، لما بتقسم دماغك ثلاثه
فعلا بتفرق قوي. انهيرتنس قسمه 3 بارتس. موبايل هيقع على مين؟ انهيرتنس قسمه 3 بارتس. دوميننس وريسيسيف خلصناها، فيها مشكله؟ واحد كابيتال واحد سمول كابيتال يكسب، وعرفنا مين هم ومين هيترو والكلام ده كله. تاني بارت من انهيرتنس هو السكس لينكد كاركترستيك. قلت لك لازم تبقي عارفه ثلاث جمل اول لما تشوفي كلمه سكس لينكد ترصيهم ورا بعض. اول حاجه ان الجين ار كارد اونلي اون اكس كروموزوم. اكس كروموزوم الجين موجود بس على ايه؟ يعني الواي ما بتشالش. تاني حاجه فيميل اونلي اكس از اكارير. ثالث حاجه مور ميلز افكتد ذان. لازم الثلاث جمل دول تلزحهم زي ما كده كنت بقول لك في دايما ري اوكسنز تيب واوكسنز ديفيوز نفس الفكره. اول لما تشوفي يا شادن 6 لينكد ثلاث جمل اتقال حتى لو مختلفه. كانت الجين كانت اونلي اون اكس كروموزوم فيميل اونلي اكس از ا كارير و مور ميلز افكتد ذان فيميلز او مور كومن ان ميل او ان جندر ميل ذان الفيميلز. طيب فعندنا هنا كذا كيس. اول حاجه طبعا الكالر بلاينز. لو جه قال لي كالر بلاينز في الامتحان يا فيبي هو مش مطالب يقول لي ده 6 لينكد ديزيز، انا المفروض عارف ان هو 6 لينكد. لو جه قال لي حاجه ثانيه هيقول لي ان هي 6 لينكد، بس لو قال كالر بلاينز ممكن ما يقولش ان هي 6 لينكد. طيب الاكس بي كابيتال بي كابيتال هو قلنا النورمال بي كابيتال و ال ديزيز او كالر بلاينز هو السمول. فالاكس بي كابيتال اكس بي كابيتال ده كده نورمال فيميل هي اكس اكس. طب اكس بي سمول اكس بي سمول كولر بلايند فيميل صح صح معايا معلش دي مهم. اكس بي كابيتال اكس بي سمول كارير فيميل. طيب هنا اكتب اكس بي كابيتال واي بي كابيتال. الواي ما بتشنش احنا قلنا في الجين اونلي كارد اون اكس كروموزوم. فهنا اكتب ايه؟ اكس بي كابيتال واي ده كده نورمال ميل واكس بي سمول واي ده كده ايه؟ كارير كولر بلايند ميل. اهو انا اثبتت فعلا ان مفيش كارير ميل هنا صح، وان فعلا البروبابيلتي ان الميل يشيل الديزيز اكتر لانه هنا 1 اوفر 2 لكن هنا 1 اوفر 3 ديزيز صح؟ هنا واحده بس من ثلاثه كيسز ديزيز في الفيميل بس هنا واحده من اثنين في الميل فالبروبابيلتي في الميل هاير ذان الفيميل. حد مش فاهم 6 لينكد؟ اكيد؟ طيب البارت الثالث من الانهيرتنس هو الكو دوميننس. انزل برضه الديفينيشن الكو دوميننس مهم قوي. هو البريزنس اوف تو اليلز وير نيذر از دوميننت اوفر ذا اذر. مفيش واحد اقوى من الثاني عليه. بوث اليلز ار ايكوالي دوميننت. والله عندك الار كابيتال ده ريد والدبليو كابيتال ده وايت. جت الار مع الدبليو يبقى اللون ايه؟ بينك. عملت ميكس ما بينهم الاثنين ظهروا. فاكر الديفينيشن الدوميننت؟ مش قلنا هيبقى بيز تو فينوتايب ويذر كان هومو او هيترو؟ ايوه نيذر از دوميننت اوفر ذا اذر. اه فالكو دوميننت هما الاثنين دوميننت. فالاثنين لازم يقفلوا في الفينوتايب خناقه انا هقفل وانت هتقفل خلاص يبقى نعمل ميكس. فالكو دومينانس برضه الديفينيشن بتاعها مهم. برضه لما تشوفي الكو دومينانس لازم تزعي الجمله دي زي ما قلت لك في 6 لينك الثلاث جمل تحفظيهم صم. في الكو دومينانس لازم تحفظي الجمله دي existence of two alleles where neither is dominant over the other but both are equally dominant and both هيظهروا في الفينوتايب. ها صعبه زي ادي ليه الصفحه دي عندنا ريد ووايت. الريد هتبقى ار كابيتال ار كابيتال الوايت هتبقى دبليو كابيتال دبليو كابيتال جوزهم لبعض هيطلع لي كلهم ايه؟ ار دبليو يبقى لونهم كلهم ايه الاوف سبرينجز بينك هتبقى 100% بينك. التست كروس اللي تحتها كان طالب ايه؟ كروس بين تو اوف ذا اوف سبرينجز يعني اثنين ار دبليو مع بعض يعني ار دبليو وار دبليو. يلا الاولى ار ار الثانيه الثالثه الرابعه يعني هنا 1 to 2 to 1 25% red 50% pink و 25% white. اغرب ريشيو ممكن تيجي او الكيس الوحيد اللي ممكن يجي فيها ريشيو بالشكل ده اللي هي كودومينز. يعني انا عندي اللون العالي ريد اللون العالي وايت والبينك. لا 25 to 50 to 25 3% اتقسمت على 3 بدل 2. طيب تمام يا جماعه فاهمين دي؟ ده كده الانهيرتنس. كان في الانهيرتنس بتاع البلاد جروب احنا قلنا في البلاد جروبس كان عندي ثلاثه اليلز اي اي واي بي واي او. مين الدوميننت فيهم؟ الاي اي والاي بي يا شادن كانوا دوميننت الاي او كانت ريسيسيف. يعني لو جه اي اي
اي او ده كده بلاد جروب ايه؟ ايه لان الايه كسبت. اي بي اي او بلاد جروب ايه؟ طب عشان يطلع بلاد جروب او لازم يبقوا الاثنين ايه؟ اي او اي او. احنا لسه مكملين في الكودومينس. قلت لك ان انا بدل الريد ووايت رحت اديت الاكزامبل الثاني على الكودومينس بلاد جروبس. قلت اللي بيكنترول البلاد جروبس ثلاثه اليلز اي 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 بي اي او. الاي والبي دومينانت الاو. فاحنا بنكتب اثنين كيف واحده. فلو جت الاي مع الاو مين اللي يكسب؟ اي لانها دومينانت فيبقى البلاد جروب اي. لو جت البي مع الاو مين اللي يكسب؟ البي مع الاو. اه البي لان ده دومينانت ورساسي. بس لو جه الاي مع البي هما الاثنين دومينانت هيدي الاي بي اللي هو الكودومينانت. في بلاد جروب اسمه اي بي تاع. لو جت او مع او حلو او ادي الاربعه بلاد جروبس. بس خلي بالك الاي والاو ليهم اثنين جينوتايب. يعني الاي اي 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 او او اي 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 اي. البي اي بي اي او او اي بي اي بي. الاي بي ما لهاش غير اي بي اي اي او اي 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 بي. والاو ما لهاش غير اي او اي او. ايه؟ اسامي بتدوخ شويه. اه وايه المعزه دي؟ وشوش منبعثه بالتفاؤل. الميتوزس والميوزس مهم قوي. ساعات بيجيبوا جدول كومبير بخمس درجات مهم جدا. مين الريدكشن ديفيجن؟ ديفيجن الميوزس عموما مهم. ممكن يجيب لك وات سمنت باي تو ميوزس. ميوزس ده ريدكشن ديفيجن ويتش النمبر اوف كروموزومز بيحصل له ايه؟ ها بالظبط. فيطلع لي كمليها بقى فوق الثلاث درجات طلع لي جيناتيك ايه؟ نمبر اوف سكرين مش مهم 4 و2. حلو يبقى الميوزس ريدكشن ديفيجن هاف النمبر اوف كروموزوم جينيتيكالي ديفرنت اوف سبرينجز. اعكس الثلاثه بقى مايتوزس. مايتوزس بيحصل في اي حاجه في الجسم يا رنين الا اربع حاجات. تست سبرم اوفري اوفا انت بولنز اوفري اوبيولز. هم دول الاربع اماكن في المنهج اللي بيحصل فيهم ايه؟ ميوزس. تمام؟ دختي في ايه؟ قولي اللي بعده. الفاريشن كان عندنا نوعين فاريشن مهمين قوي. discontinuous to continuous variation. discontinuous variation لما تجيلك ارجوك اكتب ان هي distinct phenotype with no range او no intermediate. عايز كلمه distinct phenotype يعني حضرتك ميل او فيميل يبقى دي كده distinct phenotype واضحه. ولا حضرتك blood A blood group A MTB distinct phenotype فيهاش range. والله انت مش 25% دي و25% لا مش حاجه اسمها كده. طيب controlled by genes only اللي مخليك A أو B هو genes صح مش الانفايرمنت. not affected by the environment. الجراف بتاعها بيبقى partial. الناحية التانية continuous مفيش distinct phenotype controlled by the combined effect of genes and environment affected by the environment عادي quantitative. اه دي cannot be measured دي can be measured. مهمة برضو قلتلكوا زودوها لو تفتكر. discontinuous دي ما اقدرش اقيسها انت ميل او فيميل فمقدرش اقيسها. بس انا هنا اقدر اقيس طولك او وزنك صح. فدي كوانتيتيف كان بي ميجر. والجرام بتاعها بيكون هيستوجرام لان فيها رينج او انترميديتس. اللي بيقلب الصفحه دي تيجي بس الصفحه اللي ايوه اللي بعدها. ايوه الصفحه دي مهمه جدا اهم صفحه المنهج. اهم صفحه انا عايز الافكتس اللي موجوده في الصفحه دي. حفظ بس ما نقول رنين بتبراها. طيب حفين السلكشن. في كام ديفينيشن الاول مهمين. هو يعني ايه variation؟ الاربعة ديفينيشنز اللي هو تحت بعض دول بيه. يعني ايه variation؟ يعني slight individual difference within the same species. يعني ينفعش اجيب كلب وقطة اقول لك ايه variation. لا لازم اجيب كلب وكلب واقارن ما بينهم صح؟ طيب تاني حاجة السلكشن. هو مين اللي بيعيش اللي عنده ادابت فيتشر النيتشر بتسلكت. يبقى البروسيس اوف سيلكتنج ذا بيست فرايتيز ويتش ار ويل ادابتد تو ذا انفايرمنت. ادابت فيتشر بيجي كتير قوي. ادابت فيتشر لازم اول درجه انهيرتنت فيتشر بتهلب الاورجانيزم تو سيرفايف اند ريبروديوس. ادي الدرجتين دي انهيرتنت فيتشر يعني انهيرتد من البيرنتس بتهلب الاورجانيزم تو سيرفايف اند ريبروديوس ان اتس انفايرمنت. ايه ايوه ما بتيجي من ميوتيشن وتبقى انهيرت. هو ده الناتشر سيلكشن. ماشي ناتشر سيلكشن واحده من الستبس بتاعتها ان هي باس جين تو ذا اوفسبرينجز. ده مقصود بيها. طيب الفيتنس بقى عليه هي البروبابيلتي. الفيتنس بتاعك يعني انت
ايه الفيتنس بتاعك في الانفايرمنت، هو انت قد ايه قادر تعيش وتسرفايف في الانفايرمنت ده. كل ما كنت قادر تعيش اكتر عندك ادابت فيتشرز اكتر، كل ما الفيتنس بتاعك بقى اعلى. فالفيتنس هو البروبابيلتي اوف ان اورجانيزم تو سرفايف اند ريبروديوس ان اتس انفايرمنت او ذا انفايرمنت اللي هي فاوند فيها. في مشكله في الديفينيشنز دي؟ حلو. طيب ايه بقى اللي انا عايزوه؟ هو بارت بتاع الناتشرال سيلكشن. بارت بتاع الناتشرال سيلكشن هنا اللي انا كاتبه بالاحمر ده مين؟ قلت لك ده كي ووردز. وقبل كلمه فاريشن زودنا كلمه ايه؟ ميوتيشن. يعني ايه؟ يعني زي ما لسه عليه اي كده، هو الفيتشر دي جت بسبب ميوتيشن. يعني كان في بكتيريا نورمال ماشي، بس حضرتك خدتي انتي بايوتيك وما كملتيش الكورس، او استخدمتي مس يوز اوف انتي بايوتيك ماشي، او استخدمتي انتي بايوتيك غلط، فبدا يحصل البكتيريا دي ايه؟ ميوتيشن. صح. واقول الديفينيشن بتاعه اللي هو سادن تشينج ان ذا بيس سيكونس اوف دي ان ايه. فبقى في اثنين فرايتيز اوف ذا بكتيريا، النورمال بكتيريا والميوتنت فورم او ريزيستنت فورم. صح. طيب هيحصل ما بينهم ستراجل فور اكزيستنس، تشينج في الانفايرمنت اللي انت خدتي انتي بايوتيك، هيحصل ستراجل فور اكزيستنس. مين اللي هتعيش؟ انهي فورم فيها؟ الريزيستنت فورم اللي عارفه تعمل ريزيستنس. صح. دي اللي هتسرفايف، مش المعروف البقاء للاقوى، هي السرفايفل اوف ذا فيتست. دي اللي هتسرفايف. ولما تسرفايف هتعيش بقى، هتتخلف. صح. يعني الميتوزس ان هو مش مهم ان هيرتس اوف ذا فيتست، دي احنا قلنا سرفايفل اوف ذا فيتست، ريبروديوس and pass the allele to the offspring. هتريبروديوس وتودي الاليل بتاعها للاوفسبرينج ويحصل لها ناتشرال سيلكشن. دي تبقى ناتشرالي سيلكتد عشان تعيش والبكتيريا الثانيه تموت. قيسي الكلام ده على اي حاجه دي، بلاش الانتي بايوتيك. لو عندك بيرد عندها بيك نورمال بيك عادي، بس حصل ميوتيشن ليها لاي سبب، مفيش دعوه الميوتيشن بيجي منين، بس حصل ميوتيشن. الميوتيشن عمل ايه؟ سادن تشينج ان ذا بيس سيكونس اوف دي ان اي، فاداني فورم ثاني من البيك، بقى عندي نورمال بيك ولونج بيك، فبقى عندي فرايتي فاريشن. بس حصل تشينج في الانفايرمنت بتاعت الفود، هيحصل ستراجل فور اكزيستنس. مين اللي هتعيش؟ اللي عندها لونج ولا شورت بيك؟ لونج بيك سرفايفل اوف ذا فيتست. ليه فيتست؟ لان عندها ادابتيف فيتشر اللي هي ايه؟ لونج بيك، فبتجيت فود. صح؟ فيحصل ريبروديوس ليها وتباس الاليل تو ذا اوف سبرينج وتبقى ناتشرالي سيلكتد. بلاش. عندك مصر اللي هي فراشه، واحده بتعمل كاموفلاج، واحدة بتعملش كاموفلاج، واحدة بتستخبى في الشجرة، واحدة ما بتعرفش. يبقى كان في فورم واحد في الأول، حصل ميوتيشن، فبقى عندي فرايتي، فاريشن. حصل تشينج في الانفايرمنت، إن بقى في بريدتورز مثلا. صح؟ ستراجل فور اكزيستنس، مين اللي هتعيش؟ اللي بتعمل كاموفلاج، سرفايفل أوف دي فيتست. صح؟ وتريبروديوس وتباس جين تو الأوف سبرينج وتبقى ناتشرالي سيلكتد، والتانية يا عيني ممكن تموت وتكستينج. صح؟ وصلت الفكرة؟ هي مشكلة؟ طيب هل لازم يزنقك في الحاجات دي؟ لا، ممكن يجيب لك اي اكزامبل هو عايزه، ممكن يجيب لك اي اكزامبل هو عايزه، بس هتابلاي عليه ناتشرال سيلكشن. تمام؟ دي معظم الاكزامبلز اللي جت، انا هنا مجمع لك معظم الاكزامبلز ده، بس اوعي تحفظي من اللي انا كاتبه ده، انا قلت لك كاتبه ده ايه؟ المكتوب هنا ده كلام كده جنرال، كانك بتقري ارتكل، مش ده اللي فيه الكلام، الكلام هو الاحمر اللي احنا قلنا ده، مع ان ابلايت على الاكزامبل اللي جاي. ماشي. قلبي، ما ده كده كده مش هنبص كده اساسا. Artificial selection. عشان نلخص على نفسنا يا جماعه ما نضيعش وقت في Artificial selection، احنا حفظناها بكي بسيط قوي، قلنا select breed select breed. يعني ايه؟ مش Artificial selection يا باشا، يعني انا عندي two features عايز اطلعهم في حاجه واحده، يبقى select the parents with the desired features. صح؟ allow only these parents to ايه؟ يبقى دي select وبعد كده breed او reproduce. صح؟ وبعد كده select the offspring اللي كان فيهم the desired features و allow only these offspring to reproduce again. keep repeating over many generations until you achieve your target. لو السؤال جاي بخمس درجات هقول له ازاي ببريد ده؟ يعني لو هما بلانت هقول له خد البولن من هنا وديه للستيجما هنا. لو هو انيمال او هيومن هقول له ما في مش هتيجي في هيومن، يعني لو في انيمال هقول له باخد السيمن وبوديه للفاجينا. تمام؟ يبقى سيلكت بريد، سيلكت بريد، سيلكت بارنتس، ونقول الفيتشرز هو جايبها زي صار سميه كده ابلاي على السؤال هو ايه الاكزامبل؟ بعد كده بريد ذم توجذر. بعد كده select the offsprings اللي فيهم feature و breed them together و keep repeating over artificial selection. هي select breeding. ها؟ ما تضيعش الدرجة على حاجة عبيط. artificial selection هي select breeding بس اسم تاني. طيب تفتكر مين faster، artificial ولا natural؟ artificial. artificial. مين الريزلتس بتاعتها predicted؟ مين اللي فيها more biodiversity؟ natural. variation. انت كمان سقطت. natural selection هي اللي فيها more biodiversity وفيها more variation. Next. Good.
مش حاجة اه هيك بسرعة ان شاء الله. خلاص بعد كده دي كل عايزين ايكولوجي؟ لا حتى عايزه؟ بس عايز الفرمنتروس. الفرمنتر ايه؟ ما تفكرش عندها في كده؟ طيب البايو تكنولوجي فكرته ايه؟ ان انا بستخدم البيولوجي في المودرن تكنولوجي. طيب ليه ايه اكتر حاجه بنستخدمها في البايو تكنولوجي؟ هو المايكرو اورجانيزمز. هما مين المايكرو اورجانيزمز؟ البكتيريا والفنجاي. طيب قال لي والله ايه الفيتشرز بتاعت البكتيريا والفنجاي تخليني استخدمهم في البايو تكنولوجي؟ اول حاجه ان هي سمول ايزي جرون ان لاب. اهم فيتشر ان هي عندها هاي ريبرودكشن ريت، فبتقدر تعمل كومبلكس موليكيولز زي الانسولين اللي اقول عليه من شويه. من سمول ريسورسز تقدر تعمل كومبلكس موليكيولز. مفيش ايثيكال ايشوز، مفيش جمعيه حقوق بكتيريا، مفيش بكتيريا رايتس، صح؟ ام كان انت عايز تعمل اكسبيرمنتس اللي انت عايزها، نفس الجيناتيك كود بتاع الهيومن اللي هو الاي والتي والجي والسي والحاجات دي. كمان فيها بلازميد سهل يتشيل، اقدر اعمل انسرشن وديليشن منه. طيب اشهر مايكرو اورجانيزم بستخدمه هو عمنا مين؟ اليست بالانيروبيك ريسبيريشن. قلنا بيطلع لي الكحول. الكحول ده قلنا يا اما بعمل منه واين او بير، يا اما بعمل منه ايه؟ بايو فيول. البايو فيول ده بعمله ازاي سريعا؟ عمره ما جه سال على الستبس بس ابقى عارفها. بزرع ميز، ماشي؟ بعد كده الميز دي بيبقى فيها ستارش، ماي بلانت، صح؟ اقوم جايب الاميليز انزيم احطها على الميز، فتقلب الستارش ده للجلوكوز، صح؟ احط اليست يستريسباير على الجلوكوز، طلع الكحول، اخد الكحول ده بالديستليشن والحاجات بتاع كيمستري، اقلبه البايو فيول. ده فيها مشكله؟ طيب بس في بقى الصفحه اللي بعدها رميم دي اللي انا عايزها، هو ايه الادفانتجز والديس ادفانتج اوف يوزنج باي فيول؟ باي فيول ده سستينبل ريسورس، فاكرين سستينبل؟ يعني داز نوت ران اوت، صح؟ في نفس الوقت اماونت اوف كربون دايكسايد في الاتموسفير بتقل. ليه؟ لانه الباي فيول ده هيريليس كربون دايكسايد، بس هو اصلا جاي منين؟ بلانت، فالبلانت بتعمل فوتوسنتس بتاخد الكربون دايكسايد. بس في عيوب، مش قلنا مفيش حاجه بيور حلوه او بيور وحشه. عيوب البايو فيول انه اكيد اكسبنسيف، وانه الارض اللي كنت بستخدمها عشان ازرع فيها فود فور بيبل بقيت استخدمها عشان ازرع ميز عشان اجيب منه باي فيول، فقللت الفود البديل فيه. بلس الانرجي طالعه من الباي فيول اقل من الانرجي اللي طالعه من الفاصل فيولز. طيب فكره الفرمنتر بقى ايه؟ فكره الفرمنتر انه اي مايكرو اورجانيزم انا عايز اطلع منه حاجه واكستراكت منه حاجه واحطه في الفرمنتر ده. يعني ايه؟ يعني انا مثلا الانتي بايوتيك رانيم كنت بجيبها من الفنجاي، صح؟ فاجيب فنجاي اقعدها في الفرمنتر ده واديها الاوبتيم كونديشنز، فكل ما تريبروديوس تطلع لي سكريشنز اخدها هي دي الانتي بايوتيك. عايز اطلع الكحول من اليست، صح؟ اجيب اليست واحطها في الفرمنتر واديها الكونديشنز اللي هي عايزاها فتريبروديوس وتطلع لي الكحول، صح؟ عايز اطلع انزيم من الليفنج اورجانيزم من اي بكتيريا او فنجاي، اجيب البكتيريا دي احطها في الفرمنتر وكل ما تريبروديوس تبدا تطلع لي الاكستراكت منها الحاجه اللي انا عايزها. ففكره الفرمنتر هو مكان بعيش فيه المايكرو اورجانيزم ات اوبتيمم كونديشنز. عايز نيوترينتس خد، عايز اكسجين خد، عايز اوبتيمم بي اتش ظبطها، عايز اوبتيمم بي اتش اوبتيمم تمبرتشر ظبطها، بديله كل الاوبتيمم كونديشنز عشان اخد منه اللي انا عايزه. دي فكره الفرمنتر. فعندك هتلاقي نيوترينت انلت بدخل فيها نيوترينت زي جلوكوز والامينو اسيدز، صح؟ عندي بادلز او ستيرز لازمتها ايه؟ مهمه قوي عشان تميكس الكونسنس اوف ذا فيرمنتر والديستريبيوت الهيت عشان ما يروحوش كلهم يتجمعوا تحت، فتحت يبقى سخن قوي فوق برد قوي، صح؟ فعايز ايه؟ ادستريبيوت الكونتنس اوف ذا فيرمنتر وميكس النيوترينتس وادستريبيوت الهيت وكيب المايكرو اورجانيزم سسبندد. عندي بصي دول بسميهم بروبس او سنسور. بروبس او سنسور دي حاجه جايه، صح؟ بروبس او سنسور دي عشان امونيتور البي اتش والتمبرتشر. عندي ووتر جاكيت عشان اكونترول بيه، لا عايز ادجست التمبرتشر بلاش كول، ماشي؟ كلمه مونيتور مهمه قوي في البروبس، كلمه ادجست التمبرتشر مهمه قوي في الووتر جاكيت. ليه؟ عشان لما هو اليست دي اورجانيزم هيعمل سباريشن هيريليز هيت، فالدنيا جوه تسخن قوي، صح؟ فالانزيمز ممكن تدينيشن، فلازم الحق ده بايه؟ كولينج جاكيت، الحق التمبرتشر، ماشي؟ ادجست بيها التمبرتشر ده كله. وبعد كده في فتحه باخد منها البرودكتس في الاخر، في مكان هنا بدخل منه ستيرايل اير في الرسمه برضو عشان ادخل هواء نظيف. بعقم ازاي؟ لازم يبقى في اسبتيك كونديشنز في الفرمنتر. ليه؟ لان انت اصلا حاطه مايكرو اورجانيزم، لو دخل مايكرو اورجانيزم تاني هيكمبيت معاك الفود، ده مش عايز ده يحصل، صح؟ فبعقم بايه؟ بحاجتين، يا ستيم يا قلت لكم زودوا ايه؟ جاما او اكس راي راديشنز. ستيم او جاما او اكس راي راديشنز ده اللي بعقم. ما ينفعش تقول لي اكل لان اللي جوه ده مايكرو اورجانيزم، لو حطيت اكل هيموته، صح؟ فانا مش عايز اموته. طيب مهم قوي انا بعقم ليه؟ عشان ما يبقاش فيه ايه؟ كونتامينيشن. كي وورد كونتامينيشن دي كي وورد. طيب
هنا هو بقول لك انا دخلت النيوترينتس عشان انرجي والجراث بتاع المايكرو اورجانيزم بدلز او ستيلر عشان الميكسينج اوف ذا كونتنتس وكيب المايكرو اورجانيزم سسبندد وديستريبيوت الهيت بروبس عشان مونيتور بي اتش والتمبشر كولينج جاكيت عشان ادجست التمبشر كل ده تمام قلنا في مشكله ده ببساطه الفيرمنتر دي بتيجي بقى اكزامبل وانت طالع ايه من الفيرمنتر اصلا اشهر حاجه طالعه من الفيرمنتر ايه الانتي بايوتيك احط فانجاي في الفيرمنتر اسيبه يريبروديوس فطلع لي سيكريشنز هذه الانتي بايوتيك الانزيمز احط بكتيريا جوه مفيش انزيم سينثيتك انا بجيب الانزيمز ناتشرال منين من المايكرو اورجانيزم احط بكتيريا او فانجاي جوه اسيبها تريبروديوس فتطلع انزيمز فاقدر استخدم الانزيمز دي بعد كده طيب زين حتى البيولوجيكال ووشنج باودر هي الانزيمز اللي موجوده في البيولوجيكال ووشنج باودر اصلا انا جايبها منين فرمنت اللاكتوز فري ميلك لازم استخدم لاكتيز عشان اكسر اللاكتوز اللي في اللبن عشان ادي الناس اللي عندها لاكتوز انتولرنس كل ده كل الانزيمز اللي هنا دي جايه من الفيرمنتر ماشي الانتي بايوتيك برودكشن اهو بص يا رميم ايه اللي قاعد الجمله تحت بنسيليان فانجس جرون ان ذا فيرمنتر اس ديسكاست بيفور اند ذا برودكتس ار فلتر تو ريموف ذا فانجس اند اكستراكت ذا انتي بايوتيك بعمله كريستاليزيشن احطه في كبسولز وادي للبيشنتس فالانتي بايوتيك ده اصله جاي من فانجس جرون ان ا فيرمنتر لسه الفيرمنتر مش مفهومه مين عايز يوم انت تاني؟ انت يا هانا صح؟ ايه لك؟ لا بس خاصة جيناتك موديفيكيشن خلي بقى ما تخضش لما تلاقي جيناتك موديفيكيشن الناس سنين فات كلها كانت بتسأل جيناتك انجينير حتى جت في مارش تحت تقال جيناتك موديفيكيشن مش جيناتك انجينير هو عدد الاسمها بس خلي بالك احنا كلنا بنحفظ الحتة دي بنعرفها كويس قوي وننسى الاكزامبلز التانية مبدئيا الديفينيشن مهم قوي جينيتك موديفيكيشن يعني تشينجينج ذا جينيتك ماتيريال اوف ان اورجانيزم باي ريموفينج تشينجينج انسيرتينج شلت غيرت رجعت انديفيدجوال جينز فروم انذر اورجانيزم زودنا فروم انذر اورجانيزم طيب سوري الديفينيشن طب ما قربوا لك ولا طلع هو طيب الاكزامبلز بتاع الجينيتك موديفيكيشن اول حاجه هي الانسرشن اوف هيومن جينز تو برودوس انسر دي اللي هنشرحها ان فيت بس احنا كلنا بنعرف دي وبننسى الباقي في اكزامبل تاني ان انا احط الريزيستنت جين جوه البلانت اخليها ريزيستنت للهربيسايد يعني ايه يعني في حاجه اسمها هربيسايد هربيسايد دي بتقتل مين هرب يعني ايه بلانت فهربيسايد يعني بتقتل الانوانتد بلانت او الويد صح انت لو حضرتك زرع مانجا مثلا في شويه حشيش في الارض كده انت حاطه مينرالز عايزه مين اللي ياخدها المانجا الحشيش اللي في الارض ده بيكمبيت مع المانجا على المانجا انت مش عايزه ده يحصل فترش هيربيسايد فتقتلي الويدز دي ده معنى هيربيسايد هل انا عايز المانجا بتاعتي تبقى بتموت هي كمان بالهيربيسايد فده واحده من الجيناتيك موديفيكيشن انسرشن اوف جينز انتو كروب بلانت تو كونفير ريزيستنت تو هيربيسايد تمام او كونفير ريزيستنت من انسكت بيست بدل ما تبقى بلانت مشوشه وترش عليها بيستيسايد خلي البلانت نفسها بيست ريزيستنت يعني لو جه وقع عليها بيست يموت تطلع توكسينز تموته ماشي او insertion of genes into crop plants to provide additional vitamins زي golden rice في فيتامين ايه اكتر صح طيب خلي بالك دي advantages يعني دي ممكن تقولها بسؤال advantages او سؤال uses يعني لو جه قالك قول لي uses of genetic modification دي uses لو جه قالك قول لي advantages of genetic modification دي برضو advantages ماشي طيب اول واحده بقى هي انا اشرحها ان ديتيلز اللي هي insertion of human gene into bacteria عشان اproduce insulin هو لازم يجي insulin مارش اللي قبل اللي فات ما جاتش insulin جت growth hormone اي هرمون عموما عشان اطلع هرمون من البكتيريا بعمل ايه اول حاجه بروح للهيومن دي ان ايه ماشي واشيل منه الجين اللي انا عايزه انسولين بقى جلوكاجون جروث هرمون اي جنيله ماشي لما اقطعه بالريستريكشن باخده بايه بايزوليت الجين ده يوزنج ريستريكشن انزايم ويوزنج ذا سيم ريستريكشن انزايم بكت اوبن ايه البلازما يبقى انا اهو كان عندي الدي ان ايه خدت منه بارت وكان عندي البلازما رحت بريستريكشن انزايم عملت ايزوليشن لبارت من الدي ان اي جين اللي هو الانسولين جين وبنفس الريستريكشن انزايم عملت قطع البلازما عشان دي ودي يبقوا ايه
complementary sticky ends. انا عايز الجمله دي كنا مزودينها صح؟ cut the desired gene using restriction enzyme, cut the plasmid using the same كلمة same دي keyword same restriction enzyme to form complementary sticky ends, بقى اللي cut the gene into the plasmid using ligase enzyme. الشيء البلازميد ده بعد ما بقى فيه الجين بقى اسمه recombinant plasmid أو recombinant DNA. برجعه تاني لمين؟ للبكتيريا. محدش يرد محدش يرد. احط البكتيريا فين عشان تبريديوس؟ فيرمنتر. فتطلع لي ايه لما تبريديوس؟ طلع لي انسولين او ايا كان الجين اللي انا عايزه. ماشي. ثانيه واحده لما تمشي انزلي. لا روح صفى بقى اهو. دي الحته بتاع قلنا ان انا بخلي البلانت ريزيستنت للهربيسايد بخليها فيها اديشنال فيتامينز. ادي مور ادفانس ديز ادفانتج. من اوحش الديز ادفانتجز للجينيتك موديفيكيشن الكوست الكوست بتاع السيدز. بس خلي بالك من الادفانتجز بتاعه البرودكشن اوف انسولين بالطريقه دي ان هو تشيل عشان ما تلخبطش. الكوست اللي مكتوبه هنا الهاي كوست دي مكتوب عليه مقصود بيها السيدز اهو انكريز كوست اوف ذا سيد اللي هي الحته بتاع هربيسايد ريزيستنت وبست ريزيستنت. السيد بتبقى اغلى. بس في الهيومن ان انا اطلع الانسولين بالطريقه دي تشيب جدا. لان عارف الالترناتيف واي ايه؟ ان انا اطلعه من البيكس من الخنازير اقتل حيوانات واطلع منها اكيد دي تشيبر صح؟ وبتطلع لارجر كوانتيتيز. ساعات جه سال الادفانتجز بتاعت مش الجينيتك موديفيكيشن الادفانتج بتاع برودكشن اوف هيومن انسولين يوزنج ذيس تكنيك ان هو بيطلع لارجر كوانتيتيز وتشيبر. خش.